السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبتنا الأعزاء، اليوم بدنا نحافظ على 5 علامات ما بدنا نضيعهم بطريقة سهلة وبسيطة. انتبهوا معي للعروض. اليوم راح ندرس البحرين مع بعض. أنا راح أعطيك طريقة تستعين فيها في الامتحان، يكون كأنه الكتاب في إيدك، كأنه الامتحان معك، تمام؟ شو بدنا نسوي؟ بدنا نفتح آخر ورقة في دفتر الإجابة ونخربش هذا الكلام اللي على السبورة فيها. شو هذا الكلام بدي يفيدني؟ بدي أستخدمه في الامتحان، بدي أرجع له، يعني بدي يكون معي الخمس علامات بتوع العروض كأنها open book، يعني كأنه كتاب مفتوح. طبعا قبل ما أنسى، إنه السؤال الأول في العروض حيكون اختيار من متعدد عليه علامة واحدة. أما السؤال الثاني فراح يكون ضمن يعني وراء أسئلة المطالعة والنصوص، حيكون معاهم حيكون عليه 4 علامات. حيجيب لي بيتين من الشعر، كل بيت على بحر من البحرين اللي معانا. بيت على البحر الوافر وبيت على البحر البسيط. فأنا بدي أضمن ال5 علامات، العلامة اللي في الاختيار من متعدد وال4 علامات اللي موجودين على بحر من البحرين. بالنسبة للعلامة اللي في الاختيار من متعدد، أنا تقريبا عارف من وين حتيجي، لأنه بدي أخمن من وين. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. في معانا سؤال في اللي هو الوافر وسؤال في البسيط اللي هو اللي بيعطيني إياه، بيقول لي نختار الكلمة المناسبة لملء الفراغ بما يحقق الوزن والمعنى في الأبيات الآتية. يعني تفتكر هو لما بده يجيب لي سؤال اختيار من متعدد من وين بده يجيبه؟ راح يجيبه من الكتاب، يعني يا إما حيجيبه من البحر البسيط سؤال رقم 2، يعني مثال على كل ابن آدم وإن طال سلامته يوما على آلة حدباء محمول، يعني حيجيب لي واحد من هذول أو واحد من البحر الوافر، وحيجيب لي على نفس الطريقة كلمة ناقصة، حيجيب لي في بين القوسين 4 كلمات أو 3 كلمات، أنا أختار واحد. إذا أنا حددت اختيار من متعدد كيف طريقته، كيف ممكن يكون، حجيب لي كلمة ناقصة وراح أنا أتعرف على الكلمة الصحيحة مما بين القوسين. أول شغلة يا طلابنا الأعزاء، بدي أحفظ مفتاح البحرين، مفتاح البحر الوافر ومفتاح البحر البسيط. مفتاح البحر الوافر: بحور الشعر وافرها جميل، مفاعلة مفاعلة فعول. بدي أكتبه وين؟ في المسود ورا، وبدي اكتب مفاعلة ومفاعلة وفعول، واكتب رموزهم واقطعهم واجهزهم لاني راح استخدمهم في الشغل. وبعدين اكتب مفتاح البحر البسيط: ان البسيط لديه يبسط الامل، مستفعل فاعل متفعل فاعل، واكتب اللي هو ايش؟ رموزهم والتقطيع. تمام لها؟ تمام. هذا الكلام لك الخيار فيه انت. طبعا حفظ المفتاحين هذا اشي اكيد لازم تحفظ، لازم تحفظ المفتاحين وتحفظ اللي هو هاي التفعيلة. راح اعطيك طريقة تانية تحفظ فيها التفعيلة، صور التفعيلات. لقيت عندي التفعيلة الرئيسة للبحر الوافر مفاعلة هي الاصل، ومفاعلة صورة، وفعول تأتي في العروض والضرب. البسيط مستفعل هي الأم، هي الأم التفعيلة الرئيسة، ومتفعل صورة عنها، فاعل صورة عن فاعل، وفعل أيضا كذلك. طيب أنا هلقيت، راح أعطيك طريقة سهلة للبحر البسيط كيف تحفظ تفعيلاته. قلنا مستفعل 2x و4x. شو يعني كلمة x؟ قال لي إشارة x تعني حذف الحرف، تمام؟ تعني حذف الحرف. نقلب الكاميرا ها. إشارة إكس تعني حذف الحرف. مستفعل 7 أحرف، 1 2 3 4 5 6 7. 2X هي 2X يعني بدي أحذف الحرف الثاني، فبتصير عندي بدل هي مستفعل حيروح حرف السين، حصير متفعل، متفعل، تمام؟ متفعل هاي تقطيعها متفعلون، تمام حبايبي؟ إذا هاي الصورة الأولى.
طريقة انك تحفظ فيها صور التفعيلات. حروح للأربعة إكس، هيها أربعة إكس مستعل. كيف صارت مستعل؟ حذفت الحرف الرابع اللي هو حرف الفاء فصارت مستعل، تقطيعها مستعل، شرطة با با شرطة. تمام، نوضحها أكثر علشان البيت اللي تحتيها مقطع ما يكونش مغطى عليها. تمام، هروح على فاعل. فاعل يا جماعة هي التفعيلة الرئيسة في البحر البسيط، بغض النظر أن المفتاح جاب لي أنا فاعل وفاعل. فاعل هي التفعيلة الرئيسة، مكون من خمس أحرف، بقول عنه 2x وبفصله إيش قسمين، يعني الاثنين هذا حتعطيني تفعيلتين. هان فاعل با با شرطة، وفاعل شرطة شرطة. هذا الكلام يا جماعة اللي انتم شايفينه، نرجع بالكاميرا، هذا الكلام اللي على السبورة أنا بدي أستخدمه وأكتبه في آخر دفتري علشان أستعين فيه عند التقطيع. طيب بلشنا نقطع، قال لي فالليل والخيل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. تمام، طبعا قبل ما أنسى أنا راح أرفق لك في الوصف كل الأبيات مقطعة بما فيها في رحاب البسيط بالنسبة للبحر البسيط، لأنه الوافر إحنا عملنا له فيديو قبل هيك، حرفق لك إياه وراح أرفق لك كمان معها ما يراعى عند التقطيع. يعني أنت أدخل على الوصف هتلاقيني مرفق لك ما يراعى عند التقطيع، وأبيات البسيط كلها مقطعة ما عليه غير تتدرب. أنت أكتب بالضرب يا جماعة العروض، قد ما أنا أعلمك دون ما أنت تتدرب وتكتب بإيدك وتشوف حالك حليت صح ولا خطأ ما بينفعش. تمام، هيجي طالب يقول يا أستاذ أنا أساسا ما بعرفش أقطع. للي بيعرفش يقطع حنمشي في البيت هذا معاه، لكن يا ابني خد بالك لازم تعتمد على حالك، ترجع لي للوصف لما يراعى في التقطيع العروضي، وبتنتبه للي بدي قطعه هان، وبترجع للبحر الوافر بتشوفني كيف مقطع في الهواء وبتتعلم مني. نيجي هان نقرب الكاميرا، فالخيل والليل هلقيتها، ركز معي، انت هلقيتها سمعني وبس مش شايفني لكن شايف الكلام. فال بلاحظ انه كلمة الخيل، يعني انا لو طلعت انا ف زي هيك هذا حتكون مكتوبة فالخيل. تمام، شو اللي صار؟ الالف هذه طارت، دخلنا على اللام على طول. كل ما ينطق يكتب وما لا ينطق لا يكتب، فالخيل والليل والبيداء تعرفني. هذا صدر البيت، هذا ايش صدر البيت. بلاحظ انه الحرف المتحرك اللي وراه ساكن بعطيهم مع بعض شرطة، يعني فال خي لو وال لي لاحظ معي هان، لاحظ متحرك ساكن شرطة، متحرك ساكن شرطة، متحرك وراء متحرك بنفعش أحطهم مع بعض، فصلت بين. إذا هذا باء، هذا أدي باء، بطلع على اللي وراء بشوف اللي وراء، وال سكون شرطة. إذا متحرك ومتحرك بفصلهم عن بعض ومن هنا بتجيني الباء، فال خي لو وال لي لو وال بي دا أو تع ري فو ني. خد بالك الراء متحركة والفاء متحركة، تمام؟ إذا انفصلتم عن بعض، ني متحرك وساكن شرط، وس سي فو ور روم هو وال قر طا سو وال قا لا مو. إشباع الضمة، هنا أشبعت الضمة. تمام، هل جيت يا جماعة؟ ركزوا معي، نرجع بالكاميرا شوي لورا، ركز معي. أنا كمان بدي أغير وجهتي، خليك معي. هل جيت عشان عد وخلص الفيديو؟ هذا التقطيع اللي أنا قطعته بدي أعرضه على وين؟ على المسودة اللي كتبتها قبل شوية في الدفتر. كيف؟ بطلع هنا على التقطيع اللي أنا قطعته،
بدا معي التقطيع شرطه شرطه با شرطه شرط باجي بقول للبحر الوافر يا اخي يا بحر وافر حضرتك تفعيلاتك بتبدا بشرطه شرطه با شرطه ابص بصه كده على البحر الوافر واخد بالي مفاعله با ثلاث شرطات مفاعله با شرطه با با مش جاي معي مش راكبه معي هذا بدا شرطين اذا انا باكس على مين على البحر الوافر مش هو لانه البحر الوافر هيبدالي اما مفاعله او مفاعله فعول بعيده فعول في تفعيله العروض وفي تفعيله الضرب بعد هيك صدر البيت وعجز البيت تمام اذا بضل عندي مين الثاني بتاكد بروح على البسيط ولو كان معانا يا جماعه السنه الجايه لو كان معانا الاربع ابحر اعمل نفس الطريقه اكتب الاربع مفاتيح واكتب زي نفس الطريقه هيك هتلاقي حالك هذا الموضوع اسهل لك بروح للبسيط يا حاج بسيط الله يمسيك بالخير عندك تفعيله بتبدا بشرطه شرطه با شرطه بقول لك يا بني هذا الام ام الاولاد مين هي مستفعل شرطه شرطه با شرطه والله اذا تمام اذا شرطه شرطه با شرطه عرفنا اول تفعيله طبعا انا حافظ المفتاح إن البسيط لديه يبسط الأمل مستفعل فاعل مستفعل فاعل تمام رائع جدا إذا مستفعل شو بدي يجي وراها بدي يجي وراها إما فاعل هذه تستهينوش فيها فاعل ها ونقطعها كمان فاعل 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 اللي هي شرطة با شرطة هذه الأم هذا أم الاثنين هذول أمهم هذا الأصل إما حتيجي هنا عندي فاعل أو فاعل بابا شرطة أو فعل واحدة منهم مين أجت؟ أجت فاعل هاي إذا أنا حطيت خطي هنا شو بدها تيجي وراها حسب المفتاح عشان هيك بنقول بدنا نحفظ المفتاح مهم المفتاح مستفعل فعل بدها تيجي إم يا إما مستفعل يا إما متفعل يا إما مستعل زي ما انا حكيت قبل بشويه 2x و 4x لما اشتقناهم نطلع حلاقي مين اجت مستفعل اللي هي الصوره الام اللي هو الاصلي تفعيلها الاصلي اخر الصدر شو اجتني فاعل اللي هي هاي اذا انا بطلع كل شيء قدامي مش راح اغلط فاعل بشوف عجوز البيت مستفعل فاعل مستفعل فاعل بهيك يا جماعه بنكون احنا خلصنا موضوعنا في العرض خلص التطبيق بعد هيك التطبيق طبق طب لو اجى يا استاذ معاي في اول البيت هنا بدل مستفعل اجتني هاي متفعل مش راح تفرق معاك متفعل شو بتبدا يا حبايبي با شرطه با شرطه تمام اروح انا على البحر الوافر في عندك با شرطه والله يا عمي في عندي با شرطه مين هي مفاعلة با شرطة بابا شرطة لا يا عمي لا 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 مش هي مش هي يعني لو بدت عندي هنا با شرطة با شرطة مش هاي هذه با شرطة بابا شرطة إذا مش هي إذا أنا من السهل إني أميز بين البحر البسيط وبين البحر الوافر أرجو من الله عز وجل أن يكون الفيديو يعني أعطانا المفيد ولخصنا لكل بحرين مع بعض وفهمتوا من الكلام هذا اللي اشتغلناه ولا تنسونا بالدعاء وما تبخلوا علينا بالاشتراك في القناة هتلاقي كل الشغل هذا وكل اللي بيلزمك في الوصف معمول على شكل وورد انت امامك الخيارات تتفرج من الوصف ممكن تعلمه انت لك يمين وتعمل ملف وتخلي وورد وحيكون عندك موجود ان شاء الله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في فيديو آخر.